لما قالوا عننا فلان الفلان واحنا لسه صغيرين كنت بفرح بالكلام، كنت فاهم في الغرام، ولما قالوا عليك شطرة كنت أذاكر لك لخاطري، كنت بعشق المذاكرة وكل شيء بيدور في فكري عشان يكون بنا انسجام، كنت بسرح في الضفاير لما تنزل على الكتاب، كنت ببقى بيك طاير جوه فكري اعتراف، بكره هتدور الدواير، أبقى أنا نهاية المطاف، أبقى أنا نهاية المطاف. ونستمع للمرة الثانية للشاعرة الإعلامية أمل الدالي. أولاً أنا مبهورة بالمستوى اللي بصراحة، يعني كده أنا لازم هاخد ناس من هنا ولازم يظهروا من خلال منبر الإذاعة ومن خلال برنامجي البسيط. أنا عايزة أقول لكم أنا وقفت برنامج كان عمره 12 سنة اللي هو برنامج بنك الحب، وبنك الحب مش غريب عليكم، ناس كتير جدا منكم كانوا موجودين ضيوف فيه. كانت النتيجة إن الشعراء والأدباء زعلوا إن أنا وقفت البرنامج. بس أنا عايزة أقول لكم حاجة، يعني اللي يعمل بنك الحب بيقدر يعمل 100,000 حاجة تانية، صح ولا لأ؟ أنا عملت حاجة اسمها ساعة أمل، اللقاء فيها ما بيزيدش عن 3 دقايق بالتليفون، استضيف حوالي مثلاً 6-7-8 بالتليفون، تك 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 ماشي؟ ومن المتوقع إن كل فترة إن شاء الله عشان خاطركم والله عشان خاطر المبدعين في الأدب والشعر، أنا يعني ما ينفعش إن أنا أزعلهم أبداً. أنا الأربع الجاي كنت اتكلمت مع أستاذنا دهب، لازم يكون موجود، وعمال أحرجه وهو ما فيش فايدة، مش عارفة أعمل إيه. طيب إن شاء الله بإذن الله حضرتك تبقى موجود معانا ونختار حد معاك من الشعراء الجمال إن شاء الله، بحيث إن إن شاء الله يعني إيه نعمل حلقة قوية، صح؟ الأربع الجاي من 11:30 ل 12:30 على 108 FM. ماشي؟ هنسمع واللي مش عاجبه يقول لي اتضايق من ايه وانا اصلح عربي. جنبك الشعر بتاعك. اقول حاجة بس انت لبلاد النوبة بسرعة، حاجة بقى عامية. يا بلاد النوبة يا ارض سمرة والقلب ابيض، للعدو جمرة وللمحب عايد، وناس وطهرة وللرب عابد، النيل في ارضه بيغني ويحكي البواب، وتكالوا على الله في كل الأحوال، الحلو عينها بسواد الليل، والجدع ابن الأصول، والحب الخجول، وشعروا الأهل وزغرته الستات، وغنوا للعفة لكنة جوه الخبايا سكنة، يلا نبارك ونغني، وقبل ما نرقص ونهني نصلي على سيد المصطفى، يلا عليه نصلي.